السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يوم جديد وصفة جديدة، وصفة معتادة وعندي في القناة وموجودة بزاف وكلشي كيعرفها، ولكن كل وحدة عندها اللمسة ديالها طبعا فيها. اليوم أنا نعمل دجاجة محمرة، عندي واحد الدجاجة هنايا هي غادي نحمرها معكم. اليوم غنركزكم على الدغميرة، السر ديال الدغميرة باش تنجح لكم. كاينة بزاف كطيب والإقامة وكلشي يدير في كلشي مزيون، ولكن الدغميرة ما كتنجحش. اليوم نعطيك أحسن دغميرة باش تجيك معلكة، وكذلك باش تجيك ناجحة، يعني ماشي أنه معلكة وصافي، بالحق تجيك ناجحة في الطعم ديالها وفي كلشي. غادي تشوفوا معايا هذا الفيديو إن شاء الله. اللي أول مرة كتشوف قناة شوات أم زينة ما تنساش تشترك وتفعل زر الجرس وتخلي لي تعليق كذلك، وبارطاجي الفيديو إذا عجبك طبعا، بارطاجي الفيديو مع أصحابك والمعارف ديالك. ما غاديش نطولوا وندوزوا ديريكت المكونات والطريقه. نقولوا بسم الله. انا هنايا غنعمل جوجه، كيبقى العدد دائما على حسب عدد الافراد على حسب المناسبه او هذا، لكن هو نفس الشيء. ولكن حنا غنعملوا اليوم العبار ديال الجوجه. ان شاء الله الفيديو هذا يكون مفيد خصوصا للمبتدئات، انه يتمكنوا يعرفوا الجوجه محمره على حقها وطريقة. وندوزوا بسم الله المكونات. انا عرفت الكاميرا هكذا باش نجيب لها على المكونات. اول حاجه الدجاجه، الدجاجه اللي عندي هنا هي كبيره منقيه. واش غنشرمل هذا الدجاج؟ غنشرملو هنايا، عندي طاس بورو معدن هنايا واحد ربيطه صغيره غنحيد من النار، تقريبا غنخلي واحد المغرفه منه. ها هو عملت واحد جوج مغارف كبار هنايا. هاد القشره ديال الليمون غنخليها حتى لاخر حتى تزعما ما استعملهاش، وهذا تا هو غنخليه حتى الساعه ديال الدغمير. حيدنا على جنب. عندي هنايا نص مغرفه كبيره ديال الهريسه، هي الهريسه جهد اللي ما يحررش الطاجين، ولكن جهد ما يبننه وكيعطي كذلك في اللون. نص مغرفه كبيره ديال السمن، السمن كيبقى على حسب، الا كان السمن حار بزاف ما تمشي نص مغرفه، تعمل نص مغرفه صغيره بقى على حسب نوعيه السمن اللي عندك الدار. عندي هنا اربعه فصوص ديال الثوم كبارين حكيتهم، وعندي هنا قلب ديال ديك النص الليمونه. اذا كنخليتوه بديك الجلوف ديالو، ديك الجلوف البويض، طحنوه طحنوه مع الثوم. واذا كان احل اناناس ديك الجلوف البويض كامل سيبتهم. ها هما ديك الجليفات البويض، ها هما هادو انا كاملين سيبتهم. اذا كنتو غادي مزروبين خصكم تسربيو، ما فيك ما تبقى تزول، وهذا طحنو طحان هاد الليمون مع الثوم. بالنسبه للربيع، هاد النصيحه في بالنسبه للربيع، الربيع انا كيجيني مقصص. اذا طحنتوه في الماكينه كيتلقى الخضوره، حتى المرق كيجي فيها اللون ديال الخضوره، الا الا كانت هذيك الماكينه الجوله ديالها مزيانه اللي كتفرم، ما كتعصرش الماء، ما كتخرجش الماء. هذه واحد النصيحه بالنسبه للربيع. لذلك انا كنفضلوا الا ما كانش الماكينه كنفضل من الافضل نقصوا رقي وقت تقطقوه مزيان واستعملوه بلا ما طحنوه. عندي هنايا ليمونه معصره، النص غنعملو هنايا والنص غنعملو حتى نساعد الدغميره. عندي هنايا الزعفران. حنايا الدجاج خلي ما كيقولوا لي، غادي يقولوا لي علاش استعملت الزعفران هذا، راه الدجاج محمر بلا زعفران راه ما غتحصلش ديك اللون اللي بغيتيه في التحمير. يعني مهما تعمل مهما هذا راه ضروري هذا، فالدجاج محمر معليش نعملوه. انا من هنايا واحد صاشي ديال الزعفران. وعندي التوابل، انا من معكم التوابل هنايا. عندي الخرقوم غرفه صغيره عامره، الابزار نص مغرفه زيت شويه، يعني ماشي مغروفه، انا من راس مغروفه باغي نعمل واحد المغروفه. شوفوا مغروفه صغيره معمره، سكن شويه الدجاج كيبغي شويه الملح. الملح غنعملو غير شويه، ها هي واحد الشويه الملح اللي غادي نعمل، لان عندي السمن، عندي الليمون مرقد، باقي نعملو الزيتون، فتا كنقيسو في الاخر نقيسو بالنسبه للدجاج هذا الملح هذا كافي منه. وغنعمل جهد واحد كاس الماء باش نجمع هاد الشاميله باش ندخلها في الدجاج. الا بغيتي تعمل هريسه ما تبغيهاش مره، تقدر تعمل واحد المغرفه صغيره بالبابريكا او الفلفل الحمر حلو. هنايا واحد اربعه الكبيده، زعما عبر الدجاجه فما كنعملش كبده وحده، اربعه الكبيده ديالي غادي نقول لكم كيفاش غنعملوها. نحيد على جنب ماشي لا، غنجيبوا هاد الدجاجه هنايا. اول حاجه غادي نجيب واحد الموز، نجيو داخل هنايا ماشي في العطب، ماشي في العطب، غنضرب في الصدر هنايا بهذا الشكل بالموز، ندخل بالموز هكذا وسط الصدر. شوها نضرب هكذا، اذا كيشربوا لكم لقامه مزيان. وهنايا من هذه الجهه عاود هذه غتجيو من الصدر، غنضربوا بهذا الشكل. هذا هنا غيدخلنا الشرميله، وكذلك كيفتت هذوك الانسجه وغيجيكم الصدر فتي وغزل هذا الشكل. هاي طريقه طول هذا الشكل.
تشارميل راه حتى هنايا هاد الجهه ديال رجيلات هنايا داخلو تشاميل عاد هاد الجلدة تحكيسو على الجلدة طبعا ما تقطع ماشي ولكن تشاميلة غنعمرو هنا هي تشاميلة ها كذلك من هنا عاود كتحو يدنا هكذا هنا هكذا هنايا هاد الدجاجه قد ما قدرتو دابا تخليوها ما فيها لا بصل لا والو يعني حتى تبات فهاد التشاميله مخيره صباح لكم غزاله صافي هنايا غادي نجيب هذاك الدجاج وندخلو هنا اذا كنت الدجاج عندك مقطعه راه ماشي مشكل راه حتى واخا كندخلوهم هنا راه من الافضل نعملو واحد الربيطه باش ما يفلتوش مره ها فكندخلوهم هنا ضروري نجيب واحد الخويط ونعاود لهم الربطه باش مره الدجاجه ما تفلتش نخليها فهاد التشاميله شديتو ونربطها بالخيط دابا غادي نجيبو الطنجره اللي غنطيبوها فيها غنكبو هذيك التشرميله اللي عدلنا ديال الدجاج وغنزلو الدجاجه ديريكت على الجهه ديال الصدر غنعملوها في الطنجره لاحظوا هنا ما عملتش الزيت ماشي دابا كنعملو الزيت غير كنعملو هاد الدجاجه وكنجيبو هنايا بصله مواسطه تقريبا قطعتها مكعبات بالنسبه للبصل اللي استعملت بصله هذه قطعتها هي اللي غنطيب بها الدجاج ومن بعد خليت أربعة جوج كبيبرين بصل حمراء وجوج بصل بيضاء غادي نخلط باش غنعملهم الدغميره يعني تقريبا أربعة ديال البصلات هذاك التشرميله غنزيد عليها شويه الماء باش غنمرق هذاك الدجاج وغنجيب شويه الماء هنا دفيت وشويش وغادي نمرق به الدجاج نغطي حتى نعلي فوق الرجل شويه غير كنوصلوا للرجل شويه هنا غادي نجيب الكبدات ديال الدجاج عملت شويه ديال الماء يغلى عملت فيه قطعه ديال الليمون غنعمل ديك الكبيدات يغلاو اش كتزول لهم ديك الزفره عاد غنستعملوهم ما نعملوهم شي خضر من الافضل هنايا كيطلع لهم ديك الرغوه ديالهم كيخرجوا ديك الزفره كامله من بعد كنصفيهم وغنستعملوهم في الاخر ملي غنكونوا غادي نعدلوا الدغميره الدجاج ما نساوهش الدجاج ضروري نحركوه مره مره نحركوه مطعوب باش الجلده ما تلصق لناش في القعر ديال الطنجره بهاد الشكل كل مره كل شويه كنحركوهم بهاد الطريقه غير هكذا شوفوا معايا ديك الكبده على رغوتها هاد الرغوه كامله هاتي طلع الا عملتوها خضراء كامله كتطلق فوق ديك في المرق ديالكم فما ما تبغيوهاش طبعا ها صافي هنا غنطفي عليها وغادي نحيدها نصفيها ونخليها على جنب حتى نساعد الدغميره عادك نستعملها بالنسبه للدجاجه ها هي بحال اللي قلت انا باقي كينقابل فيها باقي ديك الماء ما غلاش حتى يغلى وغادي نغطي عليها ونوريكم شنو غادي نعملو ديك الساعه هاي هنايا شوفوا معايا الدجاجه ملي كتشوفوا هذا شوفوا بحال تنفخت ضروري ما تجيبوا واحد المغرس بحال هكذا ونتقبوها بهذا الشكل باش ما ترتق لكم شي الجلده ما تق الدجاج ما يترتق لكم شي بهذا الشكل وما نساوش التحريكه دابا وساعه ثاني حاجه كذلك ملي نغطيوها الطنجره ولا ما غنشوتش عليها انا ما غنشوتش عليها الطنجره غطيبوها بهذا الشكل هذا كتخليو واحد التنفيسه هنا باش الدجاج ما يطرطق لكم شي الدجاج اللي كيطرطق هذا راه ملي كتمو عليه ولا كتزيرو عليه كيطرطق فمن الافضل طيبوه غير بهذا الشكل هذا الدجاج عموما ما كيديش الوقت يعني ساعه الا ربع حتى ساعه بزاف الا كانت دجاجه كبيره كيكون طايب فما حتى شي نشدو عليه الطنجره هكا بحال هذا الشكل هذا باش كنقبلوه بنات انا صورت كنقلب معكم فيديو التقطع لي ولكن قلبتها كتعاونوا غير بشي مغرس هكا كتغطسوا هنا في الوسط داخل في الصدر وكتعاونوا كتقلبوها انا غير ما تصورتش ولكن ماشي مشكل هنا في هذه المرحله يمكننا نضيفوا الزيت الزيت عندي هنايا كاس الا ربع مغلب نص كاس زيت زيت الزيتون وغير شويه ربع كاس ديال زيت المائده مغلبه زيت الزيتون وهذه كتبقى على حساب زيت الزيتون واش قويه اولا خفيفه اذا كانت قويه ما تكثروش منها الدجاجه ها هي هنايا غنقلبها ديال على جهه الصدر هاي المغرس كنعاونا بالشكل صافي نخليها تكمل الكياب ديالها
هنا الدجاجه ديالنا طابت، ديما كنجربوا بشي موسه ولا شي حاجه كنشوفوا الصدر اولا اللحم كنشوفوها طايبه صافي كنحيدوها، ما تخليوهاش تهرى بزاف. واحد الطريقه البنات نعطيها لكم هنايا باش تحيدوا الدجاج اللي عنده صعوبه انها تهز الدجاج من الطنجره، استعملوا شي طبسيل بحال هذا الشكل هذا كيعاونكم ساهله. شوفوا كيفاش كتهزوها بكل سهوله وما تخسر لكم، اللي كتخاف تهرس لها اولا شي حاجه تستعمل هذه الطريقه هذه ان شاء الله غتنجح لها. صافي المريقه اللي بقات هي هذه، غادي نجيبوا دابا داك البصل اللي عندنا، ديك جوج بصلات كبارين حمر وجوج بصلات بصله بيضاء، هذه كيبقى اختياري ولا كيجي بهم صراحه كيجيو مزيونين. غادي نعملهم هنايا، وغادي نجيب ديك الربيع اللي حيدته حتى هو غادي نضيفه، وغنعملو هنايا واحد الطويبه ديال السكر صغيره، ماشي طوبه كبيره، طوبه صغيره ديال القهوه ديال السكر كتعاون في الضغميره، وديك النص العصير ديال الحامض اللي خليناه حتى هو غنضيفو دابا. سكر والليمون كيساعدوا في التعليق ديالها ديال الدجاجه ديالنا هي هذه، حاولنا على ما قد ما نقدروا نخليو الجليده ديالها ما تقطع على شي، هي طابت مزيانه طيبه وشابره في راسها ماشي بهريه وكذلك ماشي خضره. غنخليو على جنب حتى تبرد تكونوا غنحمروها. البصل ها هي هنا شديت عليها غير غطيتها وخليتها حتى طاحت بهيدات كطيح هنايا، مره مره كنطلعوا عليها وكنحركوها. ديك الكبده هي قصصتها هنا حتى تكون قربوا غنحيدوا الدغميره ونعملوها تكمل طياب وتقلى مع ديك الدغميره. الدجاجه بعد ما بردت غنكونوا غنحمروها. غنجيب هنا مغروفه كبيره ديال المايونيز، نص مغروفه صغيره ديال الهريسه، وشويه ديال السمن. المايونيز غزاله في التحمير تقدروا تعوضوها بالزبده كذلك، ولكن الا كانت مايونيز وشربوها غادي تشوفوا غديكم واحد اللون رائع لان فيها البيض والزيت فكتعطي تحميره مزيونه. غنخلطوهم على شكل عجينه بهذا الشكل هذا، وغندهنوا ديك الجديده ديالنا كامله بهذيك الخلطه اللي غادي نحمروها بها. اللي ما بغاتش تعمل الهريسه تقدر تعوضها بنص مغرفه ديال معجون الطماطم او الصرصه. صافي غندهنوها كامله وغادي ندخلوها الفران تحمر على جميع الجوانب تتحمر لنا وتاخذ اللون الذهبي الرائع ديالها. ها هي انا كنمشي معكم مرحله مرحله كنوريكم فين كتوصل كل شويه كل شويه ملي كنطلع عليها فين وصلت الدغميره ديالنا. هنايا قيسوا البنات الملاح، قيسوا الابزار، قيسوا كل شيء ديالكم وشوفوا شنو باقي ناقصكم نضيفوا. هنا في هذه المرحله البنات انا زدت هنايا واحد ربع ديال الزيت كنتن هنايا، بحال ربع كاس ديال الزيت والعبار ديال ثلاثه المغارف ديال الزيت زدتهم. شوفوا البصل هنا فين وصل كيف ولا هو ماشي كيدغمر. مره مره كنبداو نحركوا هنا داك الزيت اللي ضفتو كيبقى على حسب الا شتو الزيت فيها كتشوفوا كافي كافي شتو خصها الزيت، لان ديك الزيت هو اللي كيبدا يعاونها في الاخر باش كتقلى ديك البصل باش كتقلى كتجي منها لذيذه ومنها مدغمره باش كدي ديك اللوين. صافي هنا في هذه المرحله هنا كنبداو مره مره كنحركوا اكثر يعني كنطلعوا عليها اكثر كل شويه كنحركوا. ها هي هنايا انا ماشا شوش دابا دابا في هذه المرحله غاد كتبدا تلصق يعني كنقابلوا بالتحريك. شوفوا معايا هاي بدات كتعقد معايا هنا بدا كيبان الزيت يعني قربت توجد. ها هي انا هي تاخر خصها تعزل لنا الزيت بوحديته والدغميره ديالنا بوحدها. شوفوا الدغميره هنايا فين وقفت، ها هي الزيت ديالها وقف لا ها هو حتى كيبدا يبان الزيت من كتعمل هذا كيتعزل الزيت بوحديته. هنايا غادي نحيدها في هاد المرحلة، هنايا غادي نضيف ديك الكبدة اللي غير غتقلى معاهم الكبدة. صافي هنا في هاد المرحله صافي الدغميره ديالي وجدت، غيبقى لي غير الزيتون. غادي ندورو معاها غير واحد دقيقه ما نفوتاشي صافي غير يطلق ديك البنه ديالو صافي. وانا كنفضل الزيتون احمر كيجي مزيون في الدغميره الدجاج، ولكن تعملوا اللي بغيتو طبعا. كنظن كاملين عرفتوا السر ديال الدغميره، ما كاينه حتى شي اختراع، ما كاينه لا ضيف ولا ما تضيفش ولا زيد ولا ما تزيدش، فقط البصل عملوها حتى تحيدوا الدجاج. عاد عملوا البصل ديالكم وعطيوها الوقت فقط، عطيوها الوقت في الدغمير ديالها وحركوها وقابلوها وهانتوما بالنتيجه الرائعه بحال اللي كتشوفوا في الفيديو. يلا قولوا لي الراي ديالكم في هذه الدغميره. ها شوفوا اللون، شوفوا البصيله، شوفوا الكبده. يلا نتوما دابا نتوما قولوا الراي ديالكم. ها هي معدله قدامكم من الاول حتى الاخر، قولوا الراي ديالكم. ما صعيبه ما حتى حاجه، ما فيها حتى شي حاجه صعيبه. هيا هيا
التحميره ديالك كيفاش كتجي مزيان، ومن بعد ديك المايونيز كدير واحد التحميره رائعه. صافي هنايا بالنسبه للدجاج البنات ملي تحمروه وتخرجوه من الفران باقي سخون، سورتو الا كان الفران عندكم كينشف اولا شفتو الدجاج ديالكم فاش نشف هاد البنه هادي ما نشفتش مزيان طيبه، كتغطيو ليه الدجاج ديالكم بواحد البلاستيك بحال هكذا، شو كيف كيبدا يعرق كيرجع له ديك السخانه ديالو كيبقى رطيب. على ما تغرفو او على ما تهدا المهم واحد ربع ساعه ما غتبردش الدجاجه، يعني ان شاء الله غترجع لديك السخانه ديالها وديك الربو ديالها غيرجع له وغتبقى رطيبه ما تبشي. حتى ملي تقليوه نفس الشيء، ولكن الفران اكثر لان الفران كيبس. وها هو الطبق ديالنا هذا اليوم، الدجاج محمر بالدغميره بطريقه الافراح، اسرد النجاح، الاسرد ديال الدغميره اللي بزاف كيجبروا فيها مشكل بحال شفتوا معايا، ما كاينش السر من غير انكم تقبلوها وتعطيوها الوقت. كنتمنى البنات الفيديو كانت فيه شي افاده وان شاء الله معلومات اللي تنفعكم، وتمنى دابا فوق اي واحد عندها مشكل في الدغميره تبقى تنجح لها. نتوما بدوركم اذا عجبكم الفيديو شفتوا فيه شي فائده كذلك بارطاجيوها مع اصحابكم احبابكم اللي تعم الفائده. بقى لي غنقول لكم غير شكرا على المشاهده، وانتظروني دائما وصفات جديده. شكرا على المشاهده، الى اللقاء.